بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها وتأسيس دار أطفالنا، احتفلت جمعية مار منصور الخيرية في عمان بقداس إلهي ترأسه السفير البابوي لدى الأردن المطران جيوفاني بترودال توزو بمشاركة عدد من الآباء الكهنة. وفي عظته أشاد الأب منويل بدر بالدور الإنساني للجمعية وبصماتها الراسخة في خدمة المجتمع، كما دعا المطران دالتوزو الحاضرين بأن يأخذوا بنصيحة البابا فرانسيس بالتركيز على الفقراء والمشردين والسجناء بهدف إيجاد توازن بين أبناء المجتمع. كما ألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات التي ركزت على أهمية العمل الإنساني دون تمييز. وبعد القداس الذي أحياه العازف سمير دبابنا بمرافقة الأطفال المنشدين، توجه الجميع إلى ساحة الجمعية لتبادل التهاني بهذه المناسبة الكريمة. كيف بتوصل عالسما إذا ما بتحب العالم مثل ما بتحب العالم مثل ما